انت متخيل انك انت لما تدعي وبتصلي على النبي في الاول وبتصلي على النبي في الاخر، ربنا هيقبل دي ويقبل دي ويسيب اللي في النص؟ بياخدها كلها كده جمله. فخلي دايما دعائك ها في سيدنا النبي على طول. الواد ماكرون بتاع فرنسا اللي قال لي ادب وتطور المنحط اللي قلبه مليان كراهيه، ربك لما الناس بس المسلمين في جميع انحاء العالم قال لك ايه؟ قال لك نقاطع المنتجات الفرنسيه، عمال يعيط مين يا معاذ اللي هو قال مش هيلعب لمنتخب فرنسا بسبب ده؟ بوجبا. بوجبا والله بغض النظر. ماشي، عاوز اتكلم على غيابات في النادي الاهلي، ست غيابات الالم، عشان انا بقى في ست غيابات في النادي الاهلي، في ست غيابات في النادي الاهلي غالبا لن تكون متواجده في مباراه طلائع الجيش للراحه ولمزيد من الامان عليهم وعدم تعرضهم لاي اصابه. هاجي لك يا بيه على الونش دلوقتي، بس اتكلم عن النادي الاهلي، لانك لو واحد زملكاوي معايا يقول لي ايه ده بيقول الاصابات اللي في الزمالك وما بيقولش الاصابات اللي في الاهلي، ده عاوز الزمالك يخرب وعاوز الاهلي يعمل. لا يا حبيبي مش كده، لازم النفس تبقى سويه، واللي يقول لك ادعي لنفسك وللوالدين ولبلدك وللغير عمره نفسه ما تبقى بتكره حد خالص. لكن نقعد نهزر وبتاع مش عارف ايه كلام من ده، نهزر اقول لك انا عاوز الاهلي يكسب تقول لي انا عاوز الزمالك يكسب عادي. محمد ابني يقول لي الزمالك ياخد افريقيا اقول له لا ان شاء الله الاهلي اللي ياخد افريقيا عادي. عمر يقول له الاهلي اللي ياخد افريقيا برده عادي. لكن ما ينفعش ان تبقى في كراهيه خالص خالص. وربنا ينتقم من مرتضى منصور امين. ففي ست غيابات في النادي الاهلي في مباراه طلائع الجيش، ممكن يبقى فيهم ناس جاهزه لكن مستر موسيماني لن يغامر بهم. كابتن علي معلول عنده شد خفيف فغالبا مش هيلعب المباراه، ما لعبش المباراه اللي فاتت زي ما احنا عارفين، مباراه الوداد لعب الرفيق احمد فتحي، واقول لكم مصير احمد فتحي دلوقتي ايه. ثم في مروان محسن كان بيتمرن امبارح بيجري حوالين الملعب شد خفيف جدا جدا جدا. وفي كابتن عملاق حراسه المرمى في مصر والعالم والدول العربيه والافريقيه وهم وراء البحار محمد الشناوي، وعنده بديل معالي رئيس الوزراء الدكتور علي لطفي ياخد لو برضه ياخد ماتشات، هيرجع زي ما السنه اللي فاتت حصل ولعب وشل الفرقه هيرجع تاني باذن الله بس اديله ماتشات. وعندك محمد مجدي قفشه وعندك ايمن اشرف وعندك رامي ربيعه. دول ناس رامي ربيعه خلاص الحمد لله كان بيتمرن امبارح وانا شايفه ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله زي الخيل بيرمح في الملعب وبيجري حوالين الملعب. وايمن اشرف نفس الفكره، وقفشه ومروان محسن والشناوي وعلي معلول. غالبا هذا السداسي سوف يغيب عن مباراه طلائع الجيش، ولو حد شارك هيبقى الجهاز الطبي بيقول لهم ده مليار المية مليار المية سليم ولعبوه لو حصل لا قدر الله حاجه يبقى شيء جديد. ايوه يا ابني ما كورونا راح يا ابني، كورونا مش لمرتضى، كورونا الانفنتينو. المرتضى ما جالوش كورونا، ده بيجيلوش برد، ده ما بياخدش اسبرين، ده 70 سنه وبيقعد يجري ويلف النادي اكتر من اي حد. ربنا ينتقم منك يا مرتضى. فدول مجموعه هتغيب عن النادي الاهلي غالبا، اللي هيلعب تبقى انت واثق ان مليار المية. ماشي، بعد كده في محمد عبد المنعم كامبوس المعار الى سموح. انا امبارح اتقال لي ان غالبا محمد عبد المنعم هيكمل مع سموح، بسأل المسؤول في سموحه قال اللعيب قال لنا ان الاهلي عاوزه، ان الاهلي عاوزه يرجع، ده لعيب هيقيد تحت السن محمد عبد المنعم، ولو جه هيبقى موجود ياسر ابراهيم وايمن اشرف وبدري بنون ان شاء الله ورامي ربيعه وسعد سمير. طب لما محمد عبد المنعم يبقى موجود تحت السن مع الفرقه فوق كويس، لان محمود متولي لن يتم قيده في المرحله الاولى للنادي الاهلي، محمود متولي لن يتم قيده في الانتقالات الصيفيه دي، هيتقيد في الشتاء نص فبراير ان شاء الله، لانه هيغيب الفتره دي كلها، فتشغل مكان ليه خاصه بعد ما رجع لك موضوع اللهم صل على سيدنا النبي موضوع الاستبدال، خمسه استبدال يا بيه، وخمسه وخميسه في عين الحسود، وخمسه وخميسه في اللي شافنا ولا صلاش على النبي عليه الصلاه والسلام. صالح جمعه عامل تدريبات رائعه مع الراجل، تدريبات رائعه
وربما تكون هناك مفاجأة بشأنه، ربما تكون هناك مفاجأة بشأنه. القرار الإداري جود باوند جود لك مع ألف سلام، وارد يقعد وارد. حتى الآن ملوش عروض خالص، انتخابات مرتضى يا بيه 7 و8 في متغمر وفي محافظات بحر وفي القاهرة، كل رجالة متغمر هيكسحوه بفضل الله وبركة سيدنا النبي وآل البيت، هيكسحوه والله العظيم هيكسحوه. أحفاد الشيخ الشعراوي في متغمر لن يسمحوا بوجوده على ساحة مجلس النواب. ده أنا اللي ملاحظه كمان، إن كل الناس بتشيل كل الناس اللي أساءت لمجلس النواب. جماهير الأهلي العظيمة أسقطت محمد إسماعيل في بولاق، أنا كنت فاهم إنه هيعيد، قال له يا أنكل ده اتكسح وخرج. خرج خلاص، ليه؟ كان فتح قناته ليل ونهار لمرتضى وابنه اتكسح، وراجل تاني مش عارف اسمه ايه كده في اللي في المراجعه ده اسمه ايه، ماهر، اسمه باهر ولا ماهر اسمه ايه، الراجل اللي اتكسح وزيت دول النائبين اللي سقطوا دول كانوا برضو وإيهاب الخولي سقط. إيهاب الطماوي بيقولوا لي ان هو قايمه، فلو قايمه ده ما اعرفش بقى قايمته نجحت ولا سقطت ولا ايه، لكن إيهاب الخولي اتكسح برضو، محمد اسماعيل اتكسح ماشي. واي حد، ما هو بقى كل واحد، وإيهاب الخلف اي حد بقى يعرف واحد يقول لنا عليه، همام العدل ده اتكسح برضه، احمد الشنداوي اللي هو بيقول لي ده كان عمال يتغنى بمرتضى اتكسح في اينا اتكسح. عايز تقول لي بقى ان الفعل الاصلي اللي هو مرتضى مش هيتكسح في المدغم؟ هيتكسح، هيتكسح بشكل غير طبيعي. ما اعرفش حاجه عن عبد الرحيم عادل. فصالح جمعة إما إن هو تبقى فيه مفاجأة بشأنه يستمر، وده اللي هيقوله مستر موسيماني، ووارد إنه يلعب بصفة أساسية مباراة طلائع الجيش. خلي بالكوا يومها بقى في احتفالية عظيمة لتسليم الدرع، يعني الدرع هيتسلم في المباراة دي، وحاجة جميلة جدا 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 لأول مرة يعني الأهلي يستلم بقى الدرع. بقى شايفين الدرع ومع عنك لابو الدرع ومع عنك لابو الماط، هيستلموه بقى الأهلوية، هيستلموه يوم السبت الجاي. لا سيبك من دي ماشي. وهو الرفيق وليد العطار مدير التنفيذي قلت له لازم يا ابني الدرع ده يستبارك ونرقيه وكده وبتاع، ونقر عليه المعوذتين والإخلاص والفلق والناس. قال لي تعالى أنكل، فقعدنا مع بعض شربنا نسكافيه وقلت له خلاص نصور الدرع فكده. فالحمد لله تبارك الله، يعني الاهلي اللي هيستلم الدرع، والناس في طلائع الجيش هيعملوا احتفاليه رائعه للنادي الاهلي، نادي محترم ونادي مؤسسه عريقه نحترمها ونقدرها ونجليها. واي حاجه ايهاب الطماوي في شبرا ما اعرفش بقى هو في قايمه اتكسح ولا لسه، يعني حتى حد يطمني عليه. اعتقد لو في شبرا يبقى لسه انتخابات ما جاتش، لانه يبقى كده اليوبيه، فالاليوبيه لسه ما عملوش فيها انتخابات. طيب ده بالنسبه لغيابات النادي الاهلي ومفاجآت. في صفقة سرية حصلت، ايه هي ما اعرفش، وبين ثلاثة وكل ما يعني الخطيب امير توفيق سيد عبد الحفيظ. امير توفيق من امبارح من ساعة ما قلت المعلومة دي وانا شايفه قدام عيني في النادي ما بردش على التليفون. ما هو امير توفيق كده، ما هو مش كان بيضللني في صفقة موسيماني، يبقى هيقول لي مين اللي جاي، بيخاف انه يكلمني عشان ما اوقعوش في حاجه، فما بيردش. ماشي يا عم امير، ربنا يعينك وقويك، والواد رمضان صبح فرمك، بس انا هرد لك حقك يا امير لانك مظلوم في الموضوع ده والله، حق الله مظلوم.